120 سنة، 120 سنة، استغفر الله العظيم يا رب. 120 سنة. خلاص يا عم الحاج بقى، 120 سنة، 160 سنة، ما تاخدناش. هنفضل هنا 120 سنة. استغفر الله العظيم. شوف صاحبك يا عم. 120 ناقص 5 بكام؟ ليه؟ 120 سنة، شيل منهم الخمس أيام اللي إحنا قعدناهم، يتبقى كام؟ مش فارقة. ليه؟ مش فارقة لأنهم 120 سنة. 120 سنة. بس أهي جت أهي. مين دي؟ الفكرة. هنهرب من هنا ومعانا الخطة. نهرب؟ آه. نهرب إزاي وخطة إيه؟ بسيطة. إحنا نعمل نار عشان تعمل دخان، الإنذار يضرب، يفتحوا البيبان، يهربوا المساجين ونهرب كلنا. هي خطة حلوة وذكية. بس مفيش حد هنا معاه ولاعة بياخدوها مننا واحنا داخلين. بسيطة، هنعمل نار. هنعمل نار ازاي؟ نجيب شوية قش نحطهم في الأرض ونجيب زلطتين، زلطة هنا وزلطة هنا، ونقعد نحكها نحكها نحكها. أنت مش عايز تولع، أنت عايز تحكها. أنا أعمل أي حاجة بس أخرج من هنا. أنت عيل مياس ولا بتعمل أي حاجة. إيه ده؟ إيه التدخين ممنوع ولا إيه؟ أنت معاك ولاعة يا هاني؟ بقالنا ساعة بنقول فين الولاعات وأنت معاك ولاعة؟ يا جماعة محدش قال لي هات الولاعة، ما أنت شايفني بولع سجاير من الصبح. يا بجحتك يا أخي. وبعدين صحيح مين اللي قال لك اللي فيه اصلا انذار هنا؟ وحتى لو فيه انذار مين اللي قال لك ان هو بيضرب؟ عم حسين بس اللي بيضرب. انا سمعت حد بيقول اسمي، في حد بيتكلم هنا؟ احنا اسفين يا عم حسين. احنا كنا بنقول حسين فهمي بس عشان هو شبهك الخالق الناطق فانت حسيت ان نتكلم عليك انت. اه وعم حسين ده جاحد. اه والله بيضرب بالجوز كده. بالجوز ايه ده؟ الواحد عنده جوز يا جماعة، ومش محتاج يضرب، كفاية الذبذبات بتاعت صوته دي تدمرك أصلا. حسيتها؟ آه. طب أنا عندي فكرة نهرب بيها. إيه قول. بص هي اتعملت في أفلام كتير بس حلوة. ما لو اتعملت في أفلام كتير تبقى مفقود. اسمعها طيب للآخر. إحنا نجيب المواس ونجيب مية ونحط المواس في بقنا ونشرب مية ونبلعها. المواس تنزل تقطع مصارينا، نقعد نصوت نصوت، يجي ياخدونا على المستشفى. من المستشفى الهرب بيبقى أسهل. يا سلام يا سلام. طب افرض الشارع واقف، الكوبري واقف، عربيه الاسعاف اتعطلت، نتصفى كده كلنا؟ لا خالص، ممكن احط صباعي في بقي ارجع تاني. ترجع ايه؟ ارجع لمواس. لا لا مفيش ترجيع. ليه ما يرجع؟ لا خد المواس مفيش ترجيع. الله، هو مش معاه فاتوره؟ معلش ما عدى اسبوع. اه لا ما ينفعش ترجع الا ايه ده؟ ايه ده؟ دخلني في السكه دي ليه؟ حلوه السكه تعالى. حلوه ايه؟ احنا بنشوف هنهرب ازاي؟ يا سيدي ما ينفعش ترجعه من هنا. مرجعه منين؟ لو رجعته من هنا هتتذبح. ايوه رجعه منين يعني؟ ترجعه من هنا. بس يا ضاحي، بس يا ضاحي، يا نازله بقى تقعد. بس يا ضاحي، بس ما تقرفنيش، خيالي شغال. واد لو انا كلونيا بعديها على طول. عشان اللي انت عايش. سيف صادق هذا الحق اهو افندم. هاني شاكر محمد فؤاد. انت اوبر تسمع؟ لا ما مش محرم فؤاد. انت بتقول لي محرم فؤاد؟ صاحي محمد منير ورق. اتفضلوا معايا، البيه المامور عايزكم. لا احنا زعلانين منه، خليه هو اللي يجي. اتفضلوا معايا، البيه المامور عايزكم. اتفضل. حاضر. في ايه يا حاج؟ بص منه، هو جاي وفي عين الشر. يلا طه اهو. 120 سنة. خلاص بقى. 120 سنة. نيلي عم بالراحة. نيلي انت كويسة؟ اوعى يكون حد عمل لك حاجة. اوعى تكونوا عملتوا فيها زي ما عملتوا فينا. ولا انت مجنون ولا ايه؟ انا اسف، انا اسف جدا، اصله شكل هاني بالظبط فكرت. بقول لك ايه؟ نعم. انت لسه واخد افراج ولا تحب ترجع سجن تاني؟ افراج؟ افراج ازاي؟ للاسف واحد اسمه ابو الدهب دفع تعويضات للناس اللي كانت مقدمة فيكم بلاغات وتنازلوا عن المحاضر. طيب تأمرنا بحاجة يا سيادة المأمور؟ لا لسه يا حبيبي، في شوية إجراءات كده وبعدين تتنقل تغور في داهية. حسبي الله ونعم الوكيل. أبو الدهب بيه، أبو الدهب بيه، ربنا يكرمك أبو الدهب بيه. قلت لك مش هسيبك، قلت لك مش هسيبك، يعني مش هسيبك. أظن أنا مؤاخذة عملت اللي عليا، فاضل أنتوا تعملوا مؤاخذة اللي عليكم بقى. تفضل المجلة أهي. شكرا. إيه اللي أنت بتعمليه ده؟ إيه؟ بتعمل المؤاخذة اللي اتفقنا عليه. انا خلصت لكم الناس اللي اتحبستوا بسببهم ودفعت تعويض دم قلبي، وانتوا تدوني المجله وتمشوا وما اشوفش وشكم تاني. بعت حلمك يا نيلي؟ ما كانش قدامي حاجه تانيه اعملها يا سيف. طب كويس، يلا بقى نروح نستحمى. انا اسفه قوي يا سيف، انا اللي ورطتكم في كل ده، اسفه ليكوا كلكم. اسفه ده يا عسل.
انا قاعد دم قلبي في المشاوير بتاعتكم دي، انا عايز فلوسي. اتنيل، هو انت حيلتك حاجه يا مرقع انت؟ ما تسكت بقى وخليني ساكته وكاتمه. طب انت صباحا ما غلطتش فيكي. خلاص يا خالتي، هنشوفه دافع كام ونديهم له على الجزم على البرتوش. وانت كمان يا صباح، انا اسفه قوي، بهدلتك معايا جدا. لا يا حبيبتي، اسفه على ايه؟ ده انا انبسطت جوه قوي، قابلت كل صحباتي اللي بقالي زمن ما شفتهمش. طيب انا هلحق بقى قبل ميمي في الخنك، لا تعد نيلي كريم ولا تطبق في زمارة غدا عبد الرازق، مش ناقصين مشاكل. اشوفكوا بعدين. ايه ده؟ انتوا حليتوا الكلمات المتقاطعه كمان؟ حليناها، يعني كنا بنتسلى كده بنضيع الوقت. شكرا على كل حال. يلا ضحي. يلا ايه؟ يلا مين؟ يلا ضحي. لا ابو الدهب ايه، انا لازم اروح البيت اكل لقمه، استحمى، انضف، اقلع الهدمه اللي بقالها اسبوع على جدتي. واعرفك ازاي انا ضحي؟ اعرفك ازاي لما تغير وتنضف؟ انا بعرفك من ريحتك. يلا ناخد الفلوس وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. يا ابو الدهب ايه، انا الحشرات الزاحفه بتاكل في عمي. خليها تاكل، خليها تاكل. يلا طلعت في لحمي. يلا يا جماعه احنا كمان نروح نستحمى، انا حاسس ان انا بقيت منتن. لا احنا لسه عندنا مشوار. مشوار ايه تاني؟ لازم نروح عند عم بندق. وهنعمل ايه عند عم بندق؟ يلا بس نروح وانا افهمكوا هناك. يلا. تسعين جنيه بجول بورسعيد، 7.5 جنيه. انت بتعمل ايه؟ بحسب يا حبيبي الفلوس اللي كعتها معاكم عشان اخد حقي. 7.5 جنيه كده وسجق من على بركة الله اللي في رمسيس. 25 جنيه كافتيريا بورسعيد. على فكرة أنا اللي دفعت الفلوس دي. بجد؟ أيوة. ابن النصابة حاسبني وحاسبك؟ تقلقش هتاخد حقك. 50 جنيه كافتيريا البورسعيد. ايه تاني؟ 20 جنيه جيلي كولا لماما كول لماما ميمي. يبقى كده 571. 571 جنيه. 571 جنيه. أنا عايز منكم 571 جنيه. 571 جنيه ايه يا معفن؟ ده انا غرقك فلوس. والنبي تنيله، انت حالتك حاجه يا ماما. بس بس انا مش عايز كلام، انا عايز اعرف انتوا ليه جبتونا عند راجل السقيل دوت. انا عايز اروح استحمى. عشان ندور على الفلوس يا سيف. فلوس؟ ما الفلوس، ما المجله مع عم دهب. لا، عم دهب اخد مجله مش المجله. احنا غلطنا في التشكيل يعني ولا ايه؟ مش فاهم منك حاجه. انا هفهمك. احنا كلمنا عم دهب، قلنا له هنعمل معاك ديل، انت تطلعنا من كل القضايا اللي علينا واحنا هندي لك المجله. وقلنا لام سماح تجيب لنا عدد ميكي قديم. ام سماح مين؟ ام سماح دي خطيره، عامله زي الفيري كوين، عندها كل حاجه، كانك قاعد في كارفور بالظبط. ان انا قلت لها عايزه فانيلا لاتيه، عملت لي وفي فوم كمان. ايه الخطوره في ان هي تجيب لك فانيلا عليها دوم يعني؟ مش مهم. انا وشريهان حلينا الكلمات المتقاطعه وكتبنا مسج زي اللي جده بيكتبهم بالظبط وادينا له المجله. واحنا بقى معانا المجله الاصليه وسوحنا هو بقى بالمجله المزيفه. يا ولاد اللذينة، يعني الفلوس ما ضاعتش ولا حاجه؟ ولا مالكش دعوه بالفلوس دي خالص، انت ليك فلوسك وبس. ال 571 جنيه. 571 جنيه بس يا شوشه؟ هو احنا في بيننا فلوس يا ماما؟ وبعدين ما تحكميش على حد وهو غضبان. هو احنا لسه هنحل اللغز تاني؟ انا عايز استحمى. خلاص يا سيف، we're almost done. وبعدين بقولك انا وشريهان حلينا الكلمات المتقاطعه. بتقول ايه؟ بتقول ان الحل في العدد القادم. طيب بسيط يا جماعه، قولوا لي انتوا بس العدد القادم دوت رقم كام وانا اقلب لكم عليه الدنيا. ما هي دي المشكله بقى، ان العدد اللي احنا لقيناه مكتوب عليه انه العدد الاخير. طب ازاي العدد الاخير ولسه في اعداد بتتبع؟ العدد الاخير اللي جده عمله قبل ما يبيع المجله، مش العدد الاخير عامه. طب ازاي يا جماعه الحل في العدد القادم وده العدد الاخير؟ وعشان كده بقى احنا جينا لعم بندق قلنا هو اللي بيفهم. يا سلام، احلى كوبايه شاي عملتها لكم بايديا دي، حب في حب. طيب يا عم بندق، انا هسالك شويه اسئله كلها حب في حب ومباشره، فلو سمحت خلي اجاباتك برضو مباشره من غير لف وحوران. تحت امرك. تعرف العدد ده؟ ها؟ ياه. يا سلام. ايوه طبعا، ده العدد الاخير. ده لي حكايه جميله قوي قوي، تحب احكيها لكم؟ لا مش وقته حكاوي بقى خالص. دلوقتي جده بيقول ان الحل في العدد القادم، في عدد بعد ده؟ ايوه طبعا، كان في عدد بعد ده. يعني ايه كان فيه وراح فين؟ راح المطبعه، بس جدك بقى وقف طباعته على طول. وقف طباعته ليه؟ لا ده كان ليه حكايه جميله جدا جدا، حكايه طويله قوي قوي. هو انت كل حكاياتك طويله؟
مفيش حكايه قصيره تقولها لنا ونخلص. الله الله في ايه؟ خلاص يا سيف خلاص، معلش يا عم بندق خليك معايا، هو عنده حق بصراحه. طيب العدد ده موجود في المطبعه؟ ايوه طبعا موجود في المطبعه. وحضرتك تعرف المطبعه دي فين اصلا؟ ايوه طبعا عارف المطبعه فين. اوكي يلا بينا. يلا ثانيه واحده يا جماعه. عم بندق انت متاكد انك تعرف مكان المطبعه فين؟ اكيد. ايوه طبعا عارف مكان. يعني مش هنروح وتقف تقول لنا كانت هنا وتهدت وتبنى مكانها حاجه تانية؟ ابراج نايل سيتي يا اختي. يا عم حرام عليك، انت بتعمل فينا كده ليه؟ ما تقول على طول وتنجز. ما انا بقول على طول. الله، انتوا اللي مش محددين الاسئله بتاعتكم، وانا قلت قبل كده اسالوا اسئله مباشره اجاوب اجابه مباشره على طول. انتوا قلتوا حاجه؟ الله، انتوا اللي قلتوا فين المطبعه؟ قلت لكم فين المطبعه؟ عارف مكان المطبعه؟ ايوه عارف مكان المطبعه. بس انت بتتكلم على ايه؟ الله، انتوا اللي بتتكلموا وخلاص. بس علينا يا عم شوقي مش شوقي ازاي؟ انا مش هتكلم، كمل يا سيف لو عايز تتنرفز. خلاص خلاص يا جماعه اهدوا كده، استهدوا بالله. بسيطه بسيطه جدا، احنا نروح لنجيب سويرس ونقول له يا حاج نجيب وانت بتهد وبتبني ما لقيتش عدد كده هوت وشلته على جنب، ممكن يكون شايله في تمراي مثلا ولا حاجه. انا مش هتحرك من المكان ده غير على بيتي عشان اروح استحمى. يا عم تستحمى، ما انت ريحتك زي الفل اهو. انا ريحتي ما انت نتن. انا بجد تعبت، ربنا يسامحك يا جدو. يا جماعه انا مش فاهم انتوا مكبرين الموضوع ليه. الله، مكبرين الموضوع دي عشان العدد راح والفلوس راحت. يا ست حتى لو كان العدد راح، الله، يبقى في المسودة. يعني ايه مسودة؟ المسودة دي زي العدد بالظبط، جدك الله يرحمه كان تملي يعمل مسودة كده ويشخبط فيها وتبقى زي العدد بالظبط. موجودة المسودة دي، موجودة في المرسم. ايه 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 مالكو؟ هو انا قلت حاجة غلط؟ مالكو ما سألتوش على المسودة على طول؟ انت سألتوا عن المجلة؟ وانا قلت البجلة اللي في المطبخ.